قصيدة الشاعر منصور. الشاعر منصور هذا سنة من السنين تبي تحج جمه، يبي يحججها وهو يبي يجلس بالديرة، ما هو بحاجة معها. فكان مثل هالوقت وقت حر وقيض، ولا هو مثل هالحين اللهم لك الحمد الدولة الله يعزها إلى أنهم يعني محاطين اللي هي السحب الاصطناعية، وشفت لها أنا مقطع مسوينه ومع الموية هذه اللي تضخ والتبريد، أول حر يقطع القلب. فرحم أمه يعني قالوا شلون بهك الحار، وأمي وحاجة الوجه الله سبحانه وتعالى عسى الله يتقبل منها، عادوا يتمثل بقصيدة بهالموضوع هذا. يقول من العين كل ما تنشف تجم، من العين كل ما تنشف تجم، دمعها يشدي مثل عد رزين، أمس أنا واليوم ما أخذني العزم، ودي أقعد عن وداع الراحلين، حيث قلبي مني اليوم انقسم قسمتين، من يسار ومن يمين، ما حد قلبه من الدنيا سلم، أحمد المحمود في شدة ولين، عاقني عن شوف بيتك والحرم، عارضا وياي من مدة السنين، يا خفي اللطف يا بار النسم، الطف الحجاج بيتك زايرين، من سموم القيض من حر وسم، شرها وحرورها بأمرك يهين، مشترين رضاك يا ربي أمم، وانت أعلم في قلوب الصادقين، جمعهم يشدي الغيم مرتكم، للدعاء حتى الجمل قلبه يلين. شوف شلون الوصف يوم يقول جمعهم يشدي الغيم مرتكم، أنا بوقف أبا أصفها الشطر في صورة متداولة عند مقام إبراهيم، والعالم كلهم ساجدين بحراماتهم، والعسكري واقف، والأرض كلها بياض، كل اللي فيه ساجدين. تذكرت الصورة يوم شفت وصف هالبيت، جمعهم يشتي الغيم مرتكم، للدعاء حتى الجمل قلبه يلين، للدعاء حتى الجبل قلبه يلين، العرب تسعى الهاوية العجم، كلهم من دون من صوب وجهك قاصدين، العرب تسعى الهاوية العجم، كلهم من صوب وجهك قاصدين، من يرى قبر النبي المحترم هل دمعه هولته الحق اليقين، ومن يرى قبر النبي المحترم هل دمعه هولته هوله حق اليقين. وعسى الله يغفر له إنسانا متوفي ويطول بعمره إنسانا حيا، والله ما عندي عنه معلومات، لكن أعجبتني قصيدته وقصته.